بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. ذكرنا في الدرس الماضي تفسير الآية 84 من سورة البقرة، أي قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قلنا الميثاق معناه العهد المؤكد، العهد الشديد كما ذكرنا. وإذ أخذنا ميثاقكم، ما هو الميثاق الذي أخذ عليهم؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. أخذ عليهم العهد، الكلام عن اليهود، عن بني إسرائيل. أخذ عليهم العهد بألا يسفكوا دماء بعضهم بعضا، بألا يقتل بعضهم بعضا بغير حق، وبألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. ألا يخرجوا أنفسهم يعني لا يخرج بعضهم بعضا من دياره. وهذا الأمر له يعني حادثة حصلت، وهم أقروا، اعترفوا على أنفسهم بلزوم الميثاق، بأنه هذا الميثاق يلزمهم، اعترفوا بذلك. الله تعالى قال: ثم أقررتم، اعترفتم وأنتم تشهدون، تشهدون على هذه المواثيق، تشهدون على أنفسكم بأنكم أقررتم، بأنكم اعترفتم على أنفسكم بلزوم هذا الميثاق، بأنكم تلزمونه وتلتزمونه. لكن الذي حصل أمر عجيب، أمر عجيب، سنبين شيئا مهما جدا. هؤلاء اليهود أخذ عليهم 4 عهود في هذه القضية التي نحن نتكلم فيها. 4 عهود أخذت عليهم. أولا أخذ عليهم العهد بترك القتل يعني بغير حق، وترك الإخراج من الديار بغير حق، وترك المظاهرة. المظاهرة فلان ظاهر فلانا يعني نصره، نصره، أن لا يظاهر بعضكم بعضا يعني أن لا ينصر بعضكم بعضا على بعض. ما بتوقف مع هيدا ضد هيدا، فأمروا بترك المظاهرة، بأن لا ينصر بعضهم على بعض يعني بغير حق. والعهد الرابع أمروا بفداء الأسير، يعني إذا أسر أحد منهم يفدونه حتى يخرجونه من الأسر. إذا واحد منهم أسر أمروا بأن يفدوه، يدفعوا المال لكي يخرجوه من الأسر. الأمر العجيب اللي حصل من هؤلاء
أن العرب في المدينة المنورة كانوا ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين، إحداهما قبيلة الأوس والأخرى قبيلة الخزرج. أكبر قبيلتين في المدينة المنورة كان اسمها يثرب، هذا قبل الهجرة، الأوس والخزرج، اثنين عرب واثنين من أهل المدينة من أهل يثرب، لكن كان دائما يحصل بينهم تقاتل، حروب بين الأوس والخزرج. اليهود كانوا يسكنون في تلك البقعة أيضا. قبيلة منهم يقال لها بنو النضير من اليهود، وأخرى يقال لها بنو قريظة من اليهود. فكان بنو قريظة اليهود هؤلاء متحالفين مع بعض العرب، مع الأوس، كانوا بنو قريظة حلفاء الأوس، الأوس عرب، وبنو النضير يهود حلفاء الخزرج، الخزرج عرب. فكان يحصل قتال بين الأوس والخزرج. بنو قريظة مع الأوس يقاتلون أبناء جلدتهم بني النضير الذين كانوا مع الخزرج. إذا تقاتل الأوس والخزرج كانت قريظة تقاتل مع الأوس فيقاتلون بني النضير ويخرجوهم من ديارهم، فإذا كانوا يقاتلون الذين نهوا عن قتالهم، نهوا عن سفك دمائهم، فإذا هذه خالفوا فيها العهد الميثاق، ونهوا أن يخرجوهم من ديارهم فكانوا يخرجوهم من ديارهم، إذا هذا أيضا خالفوا العهد والميثاق في هذا، ما التزموا الميثاق. لذلك الله تبارك وتعالى قال في الآية 85: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، خالفتم العهد، نهيتم عن أن يقتل بعضكم بعضا يعني بغير حق، وها أنتم يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وأيضا نهيتم عن ذلك لكنكم فعلتم، تخرجونهم من بيوتهم لأنهم يحاربون مع حلفائهم، يحاربون اليهود من بني النضير ويخرجوهم من ديارهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تتعاونون، تظاهرون تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، بالإثم يعني بالمعصية بالذنب، والعدوان يعني بالظلم. تظاهرون يعني تتظاهرون، تظاهرون عليهم بالظلم وبالمعصية، تعصون الله تبارك وتعالى الذي نهاكم عن ذلك، لأنه ما كان لهم أن يقتلوهم فقط لأجل أنهم يحاربون مع حلفائهم، ما كان مسموحا لهم، مأذونا لهم، ما كان جائزا لهم أن يقتلوهم فقط لأنهم يحاربون، يقفون إلى جانب حلفائهم. لاحظتوا خالفوا أربع عهود، خالفوا بها الثلاثة، يقتل بعضهم بعضا، يخرجونهم من ديارهم، ويعصون الله تعالى بظلمهم لهم، يظاهرون عليهم. طيب والرابع إيش؟ العجيب بالأمر أنهم إذا وجدوا أحدا من اليهود وقع في الأسر
كانوا يتعاونون بجمع المال لأجل إخراجه من الأسر. إنه 4 عهود 3 خالفتموها والتزمتم تنفيذ الرابعة. طب إذا أنت عم تقتلوا بتروح تطلعوا من الأسر مثلا، إذا ليش عم بتطلعوا من الأسر؟ بقول لك لأن الله أمرنا بذلك، والله أمركم بألا يقتل بعضكم بعضا، والله أمركم بألا يخرج بعضكم بعضا من دياره. فالعرب سألوهم أنتم لماذا تفعلون ذلك؟ يعني أمركم غريب، تقاتلونهم بينما إذا وقع واحد منهم أسيرا بغض النظر من هو، قد يكون من بني النضير، قد يكون من بني قريظة، تجمعون المال لإخراجه من الأسر، تفدونه لإخراجه من الأسر لأنه فقط من اليهود، تتعاونون بجمع المال لأجل إخراجه. العرب كانوا يستغربوا إنه ليش كيف هيك عم تعملوا، أنتم منهيون عن كذا وكذا وكذا وكذا، 3 منهم ما التزمتم، إيش معنى بهاي؟ فكان جوابهم نحن نفعل ذلك لأجل أننا مأمورون بالفداء. يعني مثل واحد مثلا يصوم رمضان لكنه لا يصلي، طب ليش عم تعمل هيك؟ بقول لك أنا بصوم رمضان لأنه فرض، والصلاة شو؟ والصلوات الخمس منها فرض؟ فرض. لذلك الله تعالى قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ما أنتوا أخرجتموهم، هذا حرام عليكم، وألا تفادوهم كمان حرام عليكم، فهيدي تلتزموا فيها شرع الله وتلك تخالفون فيها شرع الله. بالأصل كان حرام عليكم، كان حراما عليكم أن تفعلوا ذلك بهم ولم تلتزموا عهد الله. لذلك الله تعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تطبقون أشياء وأشياء أخرى لا تطبقونها. فالمراد بقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو فداء الأسرى الذي كانوا يفعلونه، وتكفرون ببعض يعني ما كانوا يفعلونه من القتال، من قتال بعضهم بعضا وإخراج بعضهم من ديارهم بغير حق. انتبهوا، نحن ما عم نسرد بس قصة حصلت أو حادثة حصلت حتى نحن نتعلم، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. بتلاقي ناس كتير مثل ما حكينا المثال، ايه برمضان بصوم لكن الصلوات الخمس شو؟ يتركها. الله قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يفعلون ما يريدون ويتركون ما يريدون. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي يعني فضيحة، هوان، ذل. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. هؤلاء الذين ورد ذكرهم هنا اختاروا الدنيا على الآخرة، اختاروا الدنيا على الآخرة. وين هم اليوم؟ شو صار فيهم؟ ماتوا وانقرضوا، لكن هل انتهى بهم الأمر فقط بالموت؟ لا، في بعث، في حشر،
في سوق إلى المحشر، في ميزان ينصب، في حساب، في جنة وفي نار. الذكي الفطن يأخذ هذا بالاعتبار. فهؤلاء تركوا العمل للآخرة واختاروا العمل للدنيا، كما قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 16 مرت معنا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فما ربحت تجارتهم، هذه تجارة بائرة خاسرة. الذي يترك الإيمان ويترك العمل للآخرة ويكذب الدين ويكذب رسول رب العالمين، هذا تجارته إلى البوار، تجارته إلى الخسارة. ليه؟ لأنه لا رأس مال له. رأس مال الشخص منا إيش؟ إيمانه. رأس مال المسلم إيمانه. رأس المال هو الإيمان. لما نقول رأس المال هو الإيمان، إذا واحد خسر رأس المال الذي هو الإيمان، هل يثاب على الأفعال الحسنة التي يفعلها؟ لا، خسر رأس المال فلا يثاب ولا يكون له أي نفع في الآخرة. نسأل الله السلامة. الله قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. العذاب عن الكفار لا يخفف، بل الله تعالى قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما في تخفيف عن الكافر في النار، لا يخفف عنهم من عذابها، ولا أحد ينصرهم، لا أحد يشفع لهم، ولا أحد يدافع عنهم. هذا شيء مما ورد في القرآن في حال هؤلاء اليهود وبيان تركهم وإعراضهم عما أمروا به وعنادهم، سلمنا الله تعالى مما وقعوا فيه. ثم قال ربنا عز وجل في الآية 87: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب، هنا الكتاب المراد به التوراة، يعني أنزلنا على موسى التوراة. وقفينا من بعده بالرسل، مين الرسل المشهورين عندكم بعد موسى؟ ها؟ عيسى، وخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عيسى ومحمد هذان اثنان. الله تعالى قال: وقفينا من بعده، من بعد موسى، بالرسل، بصيغة الجمع، يعني أكثر من اثنين. وقفينا معناه أرسلنا على إثره، بعده أرسلنا من بعده. وقفينا من بعده بالرسل، الكثير من الرسل، الكثير من الرسل. هلأ هنا العلماء لهم قولان في هذا، في كلمة الرسل لهم قولان. هؤلاء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من بعد موسى وقبل عيسى عليهما السلام، بعض العلماء نعم قالوا هؤلاء عملوا بشريعة التوراة التي أنزلت على موسى، يعني جاءوا ليعملوا
بالشرع الذي أنزل على رسول الله موسى عليه السلام. إذن هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا، النبي غير الرسول لا ينزل عليه شرع جديد، إنما هو مأمور بتبليغ شرع الرسول الذي قبله. بعبارة أخرى نقول كلمة الأنبياء تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول. 124,000 نبي أرسل الله تبارك وتعالى، أرسل 124,000 نبي كما جاء في بعض الأحاديث. من هؤلاء الأنبياء من بينهم 313 رسول. فإذن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طب هنا وقفينا من بعده بالرسل، وهؤلاء اتبعوا شريعة التوراة، ما نزل عليهم شرع جديد. لماذا سماهم الله رسلا؟ هنا كلمة رسل بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الشرعي للكلمة. بتقول مثلا فلان رسول الملك الفلاني إلى ملك كذا، يعني أرسله هذا الملك برسالة، هذا المعنى اللغوي. فهؤلاء الأنبياء الذين هم ليسوا رسلا شرعا، من الذي أرسلهم وأمرهم بالتبليغ؟ الله تبارك وتعالى. فمن باب اللغة، من حيث اللغة، هم رسل، هم رسل الله، وإن لم ينزل عليهم شرع جديد. أليس الله أرسلهم؟ بلى، سواء كانوا أنبياء رسلا أو كانوا أنبياء غير الرسل. هذا في المعنى اللغوي للكلمة. أما في الشرع ففرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، هناك فرق. الرسول، النبي الرسول، هو من أوحي إليه بشرع جديد. النبي غير الرسول لم يوحى إليه بشرع جديد، لكن مأمور باتباع شرع الرسول الذي قبله. وكلاهما، النبي الرسول والنبي غير الرسول، كلاهما مأمور بالتبليغ. وإلا ما معنى إرساله؟ ما مع أرسله الله إلى نفسه، يدعو نفسه، يعلم نفسه؟ ما معنى الإرسال إذن؟ في بعض الكتب مذكور أن النبي غير الرسول ليس مأمورا بالتبليغ، وهذا فاسد. وكتب بأسماء علماء مشاهير، يعني بأسماء علماء مشاهير، وهذا خطأ فادح. إذن لمن أرسله الله إن لم يكن مأمورا بالتبليغ؟ لما اصطفاه الله نبيا؟ من أجل ماذا؟ والله حكيم. إذن هذا المعنى أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. فكلاهما، النبي الرسول والنبي غير الرسول، مأمور بأن يبلغ الذين أرسله الله إليهم. فمن حيث اللغة يقال الله أرسل الأنبياء فهم رسل الله لغة. هذا التعبير اللغوي يشمل النبي الرسول شرعا والنبي غير الرسول شرعا، كما في سورة الزخرف الله تعالى قال وكم أرسلنا من نبي في الأولين. قال نبي وقال أرسلنا، إذن هذا مرسل من عند الله، أرسله الله فهو رسول الله بالمعنى اللغوي، لكن شرعا هو نبي مأمور بالتبليغ.
ومأمور باتباع شرع الرسول الذي قبله. كذلك في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الرسول غير الرسول، النبي الرسول أرسله الله، والنبي غير الرسول أرسله الله، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فإذا يقال الله أرسل الأنبياء، فهم رسل الله بالمعنى اللغوي. وهنا في سورة البقرة إذا أحد سأل ما معنى قول الله تعالى، ما المراد بقول الله تعالى الرسل، ونحن نعلم أن الأنبياء الذين كانوا بعد موسى كانوا مأمورين باتباع التوراة إلى أن بعث الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام، وعيسى في أول أمره عمل بالتوراة، ثم أنزل الله تعالى عليه الإنجيل. يعني حتى عيسى في وقت من الأوقات كان يعمل بالتوراة، الله علمه التوراة. الله تعالى قال في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فإذا هؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بإيش؟ بالتوراة. ثم أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فإذا عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، الله علمه التوراة فتعلمها، ثم أنزل عليه الإنجيل. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه نسخ لبعض الأحكام التي كانت في التوراة، فيه نسخ لبعض الأحكام التي كانت في التوراة. إذن هنا وقفينا من بعده بالرسل، المراد بالرسل هم الأنبياء، سماهم رسلا لأن الله هو الذي أرسلهم، وكانوا مأمورين باتباع التوراة، يعني لم ينزل عليهم شرع جديد. بعض العلماء يعني على قول آخر للعلماء قالوا: لا، وقفينا من بعده بالرسل، هؤلاء كانوا رسلا ليس فقط بالمعنى اللغوي بل بالمعنى الشرعي أيضا. نعم مأمورون باتباع التوراة، لكن لا بد أنه نزل عليهم ولو حكم واحد جديد لم يكن في شرع موسى. وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول الإشكال. لا بد، لأنه الرسول النبي الرسول لو نزل عليه حكم واحد لم يكن في شرع الرسول الذي قبله، أو نسخ شيئا من شرع الرسول الذي قبله، يسمى رسولا، يكون نبيا رسولا، لأن أوحي إليه بشرع جديد، هذا معناه، ليس فقط بكتاب. الله أنزل الزبور على من؟ على داود، وداود نبي غير رسول، مع أنه أنزل
عليه كتاب، لكن الزبور ليس فيه تحليل وتحريم، فيه مواعظ وحكم، يعني ما في أحكام شرعية هذا حلال وهذا حرام. لذلك العلماء قالوا داود هو نبي غير رسول، وإن كان نزل عليه كتاب. نعود إلى سورة البقرة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قلنا الكتاب هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل يعني أتبعنا، مأخوذ من الشيء يأتي في قفا الشيء، جاءني من القفا يعني وقفينا الشيء يأتي في قفا الشيء يعني بعده. وتشير هذه الآية إلى رسل بني إسرائيل الذين توالى ظهورهم بعد موسى وقبل عيسى عليهما الصلاة والسلام. بعض المفسرين ذكروا أسماء لهؤلاء الرسل، بعضهم أدخل فيهم من هم أنبياء غير الرسل كداود عليه السلام والعزير، والعزير مختلف فيه، بعضهم قال هو نبي وبعضهم قال هو ولي، والراجح أنه ليس نبيا، الراجح أنه ولي، فإن كان نبيا ليس نبيا رسولا. أما الأسماء التي ذكروها ذكرها بعض المفسرين فقالوا يوشع وشمويل وشمعون وسليمان وداود وشعيا وأرميا وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم، كثر كانوا. لكن نحن نعلم بما علمنا شيخنا رضي الله تعالى عنه أن من هؤلاء المذكورين من كان نبيا غير الرسول. أما البينات فمعناها المعجزات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالمعجزات، أيد الله تبارك وتعالى أنبياءه بالمعجزات. ومن هؤلاء سيدنا عيسى عليه السلام، أيده بكثير من المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه الأخرس الذي ولد أخرس لا يتكلم، كما أيده بالإخبار ببعض المغيبات، يعني كان يقول لبعض الناس أنت اليوم أمك طبخت في البيت كذا وكذا وكذا. ثم قال تعالى: وأيدناه بروح القدس، أيدناه ذو الأيدي يعني ذو القوة، أيدناه يعني قويناه. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أي بقوة. فالتأييد معناه التقوية، الأيد يعني القوة. طيب، وأيدناه بروح القدس، القدس معناه الطهارة، كلمة القدس معناه الطهارة، بيت المقدس يعني هذا المكان المطهر. تقدس سر فلان من الأولياء، يعني
طهره الله تبارك وتعالى. القدوس من أسماء الله عز وجل، يعني المطهر عن النقائص، الذي لا يوصف بالنقائص، هذا معنى القدوس. روح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، فكان جبريل عليه السلام مؤيدا لسيدنا عيسى، كان ينزل عليه بالوحي، وكان أيضا يقويه ينصره. فإذا نظرنا في القرآن نجد ورود هذا اللفظ روح القدس في سورة أخرى أيضا، يعني في سورة البقرة هنا، وفي سورة المائدة أيضا، كذلك في سورة النحل. والمراد بروح القدس سيدنا جبريل عليه السلام. في سورة المائدة الله تعالى قال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك يعني قويتك بروح القدس، هو سيدنا جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. كلام لليهود، كانوا ينظرون إلى ما تهوى أنفسهم، وهذا توبيخ لهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هذا توبيخ. كذبوا فريقا من الأنبياء، كذبوا عيسى عليه السلام، وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا سيدنا زكريا وولده سيدنا يحيى عليهما السلام. وقتل نبي من الأنبياء كفر، قتل نبي من الأنبياء كفر، إذا كانت مسبته كفر فكيف بقتله؟ فالمعنى: آتينا يا بني إسرائيل، آتينا أنبياءكم ما آتيناهم من الآيات الباهرات والمعجزات والدلالات التي تدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله تعالى. فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان به، استكبرتم عن الإيمان به. ثم قال تعالى إخبارا عما قاله اليهود، إن شو قالوا، هم ماذا قالوا؟ وقالوا قلوبنا غلف، غلف، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شو المراد بغلف؟ الغلف جمع أغلف، هذا أغلف وهذان أغلفان وهؤلاء غلف. المفرد أغلف، المثنى أغلفان، الجمع غلف. قالوا قلوبنا غلف، يعني قلوبنا مغشات بأغطية، مغطاي، مغطاي، كيف بتقول بالعامية مغلف، مغلف يعني مغطى. شو كان قصد اليهود على زعمهم؟ قصدهم أن قلوبنا، يعني قلوبهم، مغشاة خلقة بأغطية، مغطاي خلقة، فلا يصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصل إليها. يعني هذه القلوب لا تفقه ولا تفهم، يقولون نحن قلوبنا لا تفهم، غطاي، قلوبنا غلف لا تفقه ولا تفهم ما يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم. كأنهم يقولون نحن ما بنفهم عليه شو بيحكي.
مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يفعل الكبر بأهله، هكذا يفعل الكبر، كانوا متكبرين كما سيظهر معنا في الآيات التي ستأتي إن شاء الله، يتبين لنا ذلك أكثر فأكثر فيما نستقبل إن شاء الله من الآيات. قالوا قلوبنا غلف، فرد الله تعالى عليهم بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، هم ملعونون. الملعون المطرود من رحمة الله، هؤلاء الله تعالى لم يوفقهم إلى الإيمان. الحمد لله، أحمد الله تعالى أن جعل قلوبنا تفهم ما يقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الله، هذه نعمة عظيمة، أن يفهم قلبك ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفقنا إلى الإيمان، أولئك اللهم وفقهم إلى ذلك. وهنا نبين أمرا مهما، الكافر لا يسمى مؤمنا أبدا، لا يوصف بالإيمان أبدا. يعني اليهودي بلسانه يقول الله موجود، فلا ليس لنا أن نقول إما اليهود يؤمنون بالله لكن لا يؤمنون بمحمد، لو كانوا يؤمنون بالله لآمنوا بمحمد. لا نقول هؤلاء مؤمنون بالله لكن مكذبون بمحمد. لا يسمى الكافر مؤمنا، لأن المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن. الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما نقول الإيمان هو الإسلام، إذا ما معنى الآية لا تقولوا آمنا، لكن معنى الآية لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، بعد ما دخل الإيمان في قلوبكم. كلمة أسلم في اللغة العربية ما معناها؟ انقاد. أسلم يعني انقاد، وهؤلاء الأعراب انقادوا لمحمد من حيث اللغة، انقادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا آمنوا به بعد. لذلك الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقدنا، انقدنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما المعنى الشرعي فالإيمان هو الإسلام، الإيمان هو الإسلام، كالظهر مع البطن، كما قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، الإيمان والإسلام كالظهر مع البطن، معناه ما من مؤمن إلا وهو مسلم، وما من مسلم إلا وهو مؤمن، فغير المسلم لا يسمى مؤمنا. فالكافر لا يسمى مؤمنا ولا يوصف بالإيمان، لا يقال عنه هذا مؤمن لكن إيمانه ضعيف أو إيمانه ناقص، إنه يؤمن أن الله موجود لكن لا يؤمن برسالة محمد فإيمانه ناقص، لا، هذا ليس مؤمنا بالمرة، هذا كافر. سموا الأشياء بمسمياتها، البشر إما مؤمن وإما كافر، يعني إما مسلم وإما كافر. طيب، لكن ما معنى قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون؟ بعض العلماء قالوا معنى الآية فقليل من اليهود من يؤمن، يعني من يصير مسلما، من يصير مسلما، يسلم عدد قليل منهم. وبعض العلماء قالوا
وقليلا ما يؤمنون. القلة هنا جاءت بمعنى العدم. قليلا ما يؤمنون معناه لا يؤمنون، قليلا ما يؤمنون معناه لا يؤمنون. القلة هنا بمعنى العدم، يعني لا يؤمنون بما أمر الله عز وجل. ومن العلماء من فسر الآية، هذا تفسير ثالث، بأنهم يصدقون ببعض الأشياء ويكفرون ببعض الأشياء، لأن كلمة إيمان من حيث اللغة معناها التصديق، من حيث اللغة الإيمان معناها التصديق، كما مر في الآية السابقة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، معناه تصدقون، معناه تصدقون. أما بالمعنى الشرعي فلا يقال عن غير المسلم مؤمن. إذن هن المؤمنون من بالمعنى اللغوي للكلمة وليس بالمعنى الشرعي، يعني أتصدقون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. شفنا قديش مهم نفهم لغتنا التي هي لغة القرآن، حتى تميز لما تجيك عبارة المؤمن في القرآن أمتى المراد بها المعنى الشرعي وأمتى المراد بها المعنى اللغوي. يعني العرب قبل نزول القرآن ما كانوا بيعرفوا كلمة آمن يؤمن مؤمن، كانوا بيعرفوها أسلم يسلم مسلم، بلى، لكن كانوا يستعملونها بالمعنى اللغوي، كانوا يستعملونها بالمعنى اللغوي، فهي كلمة عربية فصيحة. ثم قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون بإيش؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا يعتقدون أنه سيأتي نبي آخر الزمان وهم كانوا ينتظرونه، وكانوا يستفتحون إذا حاربوا غيرهم كانوا يستفتحون به، نحن منصورون بهذا النبي الذي سيأتي آخر الزمان. لما أرسل الله محمدا من العرب ما عجبهم اليهود، قالوا بعد موسى بده يكون من بني إسرائيل، فلم يؤمنوا به. تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.